بس انا يا باشا قبل ما امد ايدي بالسلام هعرض عليهم مصلحه تبين حسن نيتي ومحبتهم اللي لسه في قلبي. عايز تقول ايه يا عبد العزيز بيه؟ اتكلم. هناخد باترينا صغيره كده مترين في متر في محل المعلم شيشان. ايه؟ واختها في محل المعلم قنديل ونفرشها محمود وهدفع ارضيه 1000 جنيه يلا. لا 1000 جنيه شويه، خليهم 1500 جنيه. ايه رايكم يا رجاله؟ ايوه بس يا باشا اصبر بس يا باشا انا هرسيهم على المصلحه. صلوا بينا على النبي. اللي اقوله شرط اخر نور والرزق يحب ايه الخفيه ان كنتوا اخوات اتحاسبوا خلاص. لما نفرش المحمول اللي ما بيشتري بيتفرج، والمصلحه واحده، اللي مش هيشتري محمول ومش هيتوفق يعدي يشتري الاجهزه. يبقى كده عداني العيب ولا لا يا باشا؟ طبعا. مش بقول لكم مخلوق عشان يكبر. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الصلاه والسلام. كده معاك 1500. معاك كام؟ 1500. معاك كام؟ 1500. تمام. عايز تعد؟ عد. 100 يا راجل. قد هو راجل ده؟ ده مشاكل زباله خالص والله العظيم. يا عم خلص يا عم يا عم يا عم يا عم. البتاع دي اخفي اخفي اخفي. محر محروق محروق محروق. انا محروق مش الحيطه. اه والله محروق، والله محروق عزيز. اتحرقت حرقه من هنا ب60 نيل. معلش. المؤمن دايما منصاب. طب انا كمؤمن بقى منصاب زي ما انت قلت. ده يعني خلاص كده ولا افضل منصاب 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 على طول؟ ما انا مظبطك اهو. مديلك فترنتين ب 1500 جنيه. عايز ايه تاني بقى؟ يعني واحده عليها واحده. عرض مخصوص زي بتاعنا. فاكره؟ بس عارف اني زعلان منك؟ مننا؟ زعلان منك جدا. انا اقول لك ليه بقى. انا كنت راسم لك خط تمشي فيه. انت بقى مشيت عكس الاتجاه. يعني ده وحش ولا حلو ده؟ لا طبعا وحش. ايه؟ انت بتسوق عربيه مشيت عكس الاتجاه مخالف على طول. بس يعني المغزى يعني لو كل الناس في الدنيا ماشيه عكسي وفي واحد ماشي في الاتجاه المظبوط هيتفرم. مش كده ولا لا؟ بالظبط كده. اهم حاجه تلميذك فلح ولا لا. ايه ده؟ ده فلح ايه؟ ده فل الفل. بس انت بقى اثبت لي ان الارض بتلف. مش هما بيقولوا الارض كرويه؟ الارض مالها؟ كرويه مقلبيه. هي لفت معاك. ايوه اهو. انت بقى اثبت لي ان هي بتلف. اصل اللي ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي. يعني مثلا زمان كان الطربوش الحنطور الملايه اللف خلاص خلص الكلام. هتدخلني في الفوازير تاني ولا ايه؟ اصل المعلم قديل قال معلومه اللي ينفع زمان ما ينفعش دلوقتي. بيني وبينك ما تزعلش يا معلم زيزو. معلم قديل حبيبنا وبيحبك وبينخشك و حبيبي يا معلم زيزو. قاعد هنا ليه؟ أنا بيني وبينك حسيت إن أنا يعني أنت قاعد هنا ليه؟ ليه أنت قاعد هنا؟ يعني ليه ليه حشري؟ أنت مالك يعني؟ حسيت إن أنت مش فاهم حاجة فقلت أقعد أفهم معاك على أساس المعلم قال مش فاهم حاجة. أنا في السن. أنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ سايب الشغل والرص وبتعمل إيه؟ أنت حشري ليه؟ أمنت على البضاعة؟ أمنت عليها معاك. معاك كام حتة؟ يوصلوا يوصلوا؟ يوصلوا بالسلامة يا أخويا. يوصلوا بالسلامة يا حبيبي. هقول لك تقول لي رقم. 75. 75؟ 75. 75؟ اه. طب لو طلع أكتر من 75 على الحرام أخصمهم منك، لو عدة واحدة أخصمها منك. شوف شغل. حاضر حاضر يا معلم، حاضر يا معلم. إيه في إيه في إيه؟ في إيه في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ ايه؟ انت مالك في ايه؟ لا انا تمام. بجد؟ تمام والله. اتخضيت عليك؟ لا لا لا، انت اللي شكلك زهقان. بقول لك ايه؟ ما تيجي نطلع في اي حته بره كده في الهواء على بال ما الناس دي تخلص. لا لا، بس انا عايزك. عايزني انا؟ ما انا معاك اهو. زعلان منك. انت زعلان مني انا؟ طبعا. ليه؟ الشرشبي يديك بضاعه عشان تحرقها وياكلك الطعم. وبعدين انا بيني وبين نفسي قلت ايه ده؟ معقول زيزو بغبي بالشكل ده وخليت كل رجال الشارع زعلوا منك؟ وانت عملت ايه؟ ايه؟ انت عملت فيا انا ايه؟
ايه ده انت عملت فين ايه؟ انت عملت ايه؟ يعني شرشابي اداني بضاعة عشان احرق. انت بقى عملت ايه؟ انا ايه عملت ايه؟ اقول لك عملت ايه؟ عملت ايه؟ بعت انت كمان بضاعة عشان اروح للنار برجلي. صح؟ بس يعني بسم الله ما شاء الله طلعت منها اقوى اهو. الحمد لله. انا بصراحة ربنا مش هنكر العملة اللي انا عملتها دي واطية، بس انا بقى خلاص قررت ان انا اجيب اخري مع شارع عبد العزيز وابدأ من جديد. وادين الحمد لله رب العالمين بدأت اهو بتجارة جديدة وفتحت مصلحة تانية جنب القديم. طب بقول لك ايه؟ شغلني معاك في المحمول. نعم. شغلك معايا في ايه؟ محمول. ايه مالك مالك؟ مالك مالك؟ ها؟ معلم يعني لمؤاخذة يعني انا عارف انك اخوك الصغير ومش هتزعل يعني. لا. سامحني يعني. لا. هو انت يعني ما بتتكسفش؟ استغفر الله العظيم. لا لا صحيح. ايه ده؟ ما بتتكسفش انت؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ لا ما اصل انت يعني لو فاهم كنت هتسكت. ولو مش فاهم كنت هتقول كلام غير ده يعني. يعني انت لا فاهم ولا مش فاهم تبقى ما بتتكسفش. معلش يعني سامحني. وبعدين مؤاخذة انت لولا راجل تعبان كنت كلمت معاك كلام تاني. راجل تعبان ازاي؟ خليك في حالك يعني. راجل تعبان ازاي يعني؟ يعني ازاي راجل تعبان؟ ما تشوفش نفسك؟ ازاي؟ انت عينيك رايحة خالص مغربة. وانت كل ما تشوف التيشيرت الاصفر ده تقعد تقول لي راجل تعبان وانا قاعد في القصر العيني. انا دكتور يا معلم بقول لك عينيك مغربة. ما هي مرة مش عارف ايه ومرة ايه وسكر و الله يا عم انا خايف عليك. الله يا عم بقى. انت اخر مره عملت اشعه مقطعيه امتى؟ مقطعيه مين دي؟ ده اللي هي مين اللي مقطعيه دي؟ معرفهاش انا. انت عمرك ما عملت اشعه مقطعيه؟ يعني ايه مقطعيه اصلا؟ يا نهار اسود. ايه؟ انت ابوك مات ازاي؟ ايه؟ ابوك مات ازاي؟ مشلول. يمين ولا شمال؟ لا جاب شمال. ايه؟ غلط؟ شبرو. معلم زيزو. معلش يا شبرو عايزك تكلم النهارده دكتور وصفي. دكتور وصفي؟ دكتور وصفي. يا عم ركز معايا، الراجل تعبان هيروح فيها. كلم الدكتور وصفي قول له انا من طرف زيزو بتاع شارع عبد العزيز واحجز لي ميعاد على بعد بكره خليه يفتح اوضه الاشعاعات المقطعيه. الدكتور وصفي بتاعنا. الدكتور وصفي خد لي ميعاد منه ضروري عشان المعلم تعبان قوي تعبان قوي. ايه ده؟ على بعد بكره ان شاء الله اعد عليك يا معلم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دكتور وصفي. ايه وصف ده؟ احنا بعتنا له ثلاثة قبل كده ولا اله الا الله. ثلاثة قبل كده لا اله الا الله ازاي يعني؟ لا اله الا الله. اللي هو ايه لا اله الا الله؟ ماتوا؟ لا اله الا الله. وفي ايه؟ خايف. خير. مش عايز تدخل ايه الباترينا بتاعت الموبايل؟ علشان ما تزفرش البضاعة بتاعتك. لا ما احنا متفقين قدام الدوري بيه مع بعضنا، ايه اللي حصل؟ رجعت في كلامي، عندك مانع؟ انا عيل يا سيدي مش مدخل المحمول بتاعك ده. طب وليه بس كده يابا؟ ما تصلوا على النبي بتبقوا اصحاب. يلا يا ابني اتكل على الله، مفيش لا محمول ولا بتاع. ماشي يا معلم. باب رزق ولقمه عيش كنا عايزين نتقاسم فيه. انت حر. شكرا. طب استنى بس يا معلم زيزو. طب خليني اروح اتفرج على المحمول. مفيش محمول الا الكفن يا روح امك. اسمع يا بنت اللي بقول لك عليه وابعد عني. يلا. عطية انت زفت عطية. نعم يا حاج. بقول لك ايه؟ امرني حاج. عايزك تمشي ورا الرئيس عزيز ده تعرف لي منه بالظبط بيجيبوا المحمول منين؟ بيبيعوه اجل ولا تقسيط؟ الكارت بتاعه ده اللي بيقولوا عليها الشريحة دي بكام وبتيجي منين؟ عايز جميع التفاصيل واحدة واحدة، فاهم؟ حاضر يا حاج. ولو انها يعني مش ولو انها ايه يا اخويا كبرت على دي ولا ايه؟ خلاص نظرك نكشف ما عدتش بتشوف. لا يا حاج حاضر. ما تقول لي يا عم انا اعمل لك ماشي اعتزال. حاضر بس اروح اجيب عدية الشغل كده عشان اعرف برضه اراقبه بعد اذنك. بعد اذني؟ ايه ده عدية الشغل؟ طيب يا اخويا تامرني بشيء تاني يا حاج؟ لا ورايا حمامه.